اول حاجه هبتدي بيها هي الفرخه الدجاجه الحاره. تعالوا نقول مقاديرها ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. المقادير كالتالي: فرخه كامله، 4 قرون فلفل حامي، 4 قرون فلفل اخضر، يعني عايزين فلفل احمر واخضر حامي. لو عندكوش غير نوع واحد مفيش مشكله. طب انا ليه مختار نوعين؟ عشان الاحمر ده نسبه السكر فيه عاليه شويه فهيدي طعم حلو جدا. طيب ايه كمان؟ فلفل حصى، عودين زعتر فريش، ملح خشن، 3 فصوص ثوم مفرومين، معلقه سكر، نص كوبايه زيت زيتون. بس في نقطه مهمه في المقادير عندكم: الفلفل الحصى ده هو فلفل حصى بس، مش فلفل اخضر حصى، معلش دي غلطه كده ايه كتابيه يعني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نبتدي بقى في موضوع الفرخه ده ونتكلم عن شوي الفراخ واحنا شغالين، ازاي نشوي فرخه بافضل شكل ممكن وازاي نطلع منها احسن طعم ممكن نطلعه. خليني اقول لكم انه الفراخ المشويه خاصه اللي بتتشوي في الفرن بتستوي ازاي؟ بتستوي عن طريق الهواء السخن، يعني الهواء في الفرن بيسخن. الهواء ده هو اللي بيسخن الفرخه وهو اللي بيسوي الفرخه. فدي درجه او دي طريقه تسويه جافه. فبسهوله جدا ممكن اي حاجه بنسويها في الفرن تنشف. طب علشان ما تنشفش نعمل ايه؟ نغطيها مثلا؟ لا مش شرط، مش هو ده الهدف ومش دي الطريقه المثاليه. الطريقه المثاليه ان المكون ما يقعدش وقت اكتر من اللازم فما يفقدش الميه اللي جواه. حاجه تانية مهمه جدا طريقه النقع اللي احنا عملناها قبل كده، وكل ما بنيجي نشوي حاجه بنتكلم عن النقع. النقع يعني انه انا اجيب الفرخه واحطها في سائل في ميه ساقعه، مع قلنا لو حطينا لتر ميه ساقعه بنحط معاه معلقتين كبار ملح ونص او معلقه كبيره سكر، ونسيب الفرخه 4 ساعات في الثلاجه. الفرخه بتشرب السائل ده فبيبقى ليها طعم، والطعم بيوصل للجزء الداخلي من اللحم. فلما بتتشوي الفرخه بيفضل طعم لحمها حلو، وفي نفس الوقت بتفقد جزء من الميه او من الرطوبه بتاعتها، بس ما بتفقدش الرطوبه كلها لان احنا اكسبناها يعني رطوبه زائده او رطوبه خارجيه. تعالوا بقى نبتدي في الوصفه على طول. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نبتدي في تتبيل الفرخه دي. هعمل ايه؟ هجيب هنا الفلفل الحصى، وهجيب الثوم. حطيت الفلفل الحصى والثوم، هحط بقى رشه سكر صغيره وملح خشن. ليه ملح خشن؟ هيساعدني في الطحن اللي انا هعمله دلوقتي. هجيب بقى الزعتر واخد شويه هنا حلوين كده من الزعتر ده، ابتدي بقى ايه اطحن. طيب قبل ما اطحن هكون مخلي جنبي الزيت، عشان هنزل بالزيت كده بشويه من الزيت، مش كتير في الاول، هزود تاني زيت بس الاول كده ايه هحط شويه متوسطين واطحن بقى. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل ان الفلفل الاسود بيتجرش، عشان كده انا مستخدم فلفل حصى. عارفين الفلفل الاسود المطحون اللي انتوا تشتروه جاهز؟ هو يعني كويس، بس في نفس الوقت هتلاقوا ان الطعم بتاعه والنكهه بتاعته مش قويه، لان بعد الطحن بيبتدي بقى الفلفل يفقد ريحته بالتدريج. بس زي الفل، انا كده بالنسبه لي زي الفل. هعمل ايه؟ هزود بقى زيت، وبعدين اخد بقى الفلفل الحار ده الاحمر والاخضر كمان. تعالوا نجيب سكينة ونشوف هنعمل ايه. هاجي هنا كده هبتدي ناخد كده ايه حلقات صغيرة جدا من الفلفل الحار ده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب اناء خارجي واحط فيه الفلفل الحامي ده، وبعدين اروح جايب الخلطه اللي انا عاملها من الثوم والفلفل الحصى والزعتر، هقلبها كده وانزل بيها هنا. اروح جايب الفرخه دي، دي فرخه كامله، كل اللي احنا عملناه ان احنا قلبناها على ظهرها وشلنا الجزء بتاع الرقبه وفردنا الفرخه بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا نضغط بس على الفرخه كده، ده هيساعد جدا في التسويه ان هي تبقى كده ايه مستويه. طيب هنعمل ايه تاني؟ هناخد بقى الفرخه دي، هحط الجناح كده ورا ظهرها هنا وورا ظهرها هنا بالشكل ده. هشيل لكم ايدي هتشوفوا حالا. بصوا حطيت الجناح كده ورا ظهرها هنا ورا ظهرها هنا، وبعدين هاخد من الخلطة اللي أنا عاملها دي، كنت
شجعتيني انه انا احط على الفرخه. يا سلام بقى لو احنا سيبنا التتبيله دي على الفرخه لمده 20 دقيقه، ما كتروش بقى عن تلت ساعه، لان التتبيله دي فيها ملح. الملح ده لو قعد على الفراخ اكتر من تلت ساعه هيخرج الميه اللي جواها، فهتطلع ناشفه ونبقى مش عارفين هي ناشفه ليه. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ نيجي هنا وناخد الفرخه دي زي ما هي كده ونقلبها نحطها في الصينيه. يلا بينا. طيب هاجي هنا برضو هاخد شويه كده من التتبيله دي واحطهم على الفرخه، بس هاخد بالي من حاجه مهمه قوي، انه الفلفل ده بسهوله جدا ممكن يتحرق في الفرن، فهعمل ايه؟ هتابعه كويس بقى. شايفين شكلها عامل ازاي في النهايه؟ كده احنا خلاص تبلنا الفرخه، قلنا هنسيبها لمده 20 دقيقه. عايزين بقى نكون مشغلين الفرن مسبقا، يعني الفرن ما يبقاش بارد، ونشغل الفرن على درجه حراره 180 مثلا، 180 درجه مناسبه جدا لتسويه الفرخه دي. هنعمل ايه؟ هناخد الفرخه دي زي ما هي كده وناخدها نحطها هنا في الفرن. طب هنسيبها لمده قد ايه؟ يعني هنسيبها لمده من 35 ل 40 دقيقه، لان هي فرخه مفتوحه فمساحه السطح المعرضه للحراره واسعه، فوقت التسويه هيكون اقل. تعالى كده يا ابو حميد بص هنا بصه. النهارده او في الفقرتين بتوع النهارده دول، اول فقرتين عملنا ايه؟ عملنا فرخه مشويه حاره، استخدمنا فيها فلفل حار مع فلفل حصى وتتبيله لطيفه كده جدا، كانت معاها زعتر كمان. شويناها بشكل لطيف سلس في الفرن وشفنا بنشويها ازاي، وبعدين عملنا البروسكاتا اللي انتم شايفينها قدامكم دي، اللي هي اتعملت بالبتنجان المقلي والطماطم والريحان والجبنه الحلومي المشويه.